وفاء لأسر من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، تكريم مستحق لأسماء شهداء الشرطة من قبل السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وبحضور القيادات الأمنية بالوزارة، عكس تقديرا لتضحيات الشهداء من الضباط والأفراد والمجندين. هذه التضحيات التي تعد نبراسا لزملائهم لاستكمال مسيرة العطاء لحفظ الأمن والاستقرار للوطن، لذلك هم موضع اهتمام دائم. تكريم يتسلمه والد الشهيد وآخر تتسلمه أرملة الشهيد بصحبة الابن أو الابنة، في خطوات تؤكد صلابة هذه الأسر واستعدادها لتقديم المزيد لا لشيء إلا من أجل الوطن واستقراره، فيستمد من جلدهم العزيمة والتحدي والصبر. خلال كلمته في احتفالية تكريم أسماء الشهداء، ثمن وزير الداخلية تضحيات رجال الشرطة في سبيل الزود وحفظ مقدرات الوطن وأمنه، معتبرا إياها تمثل حافزا لباقي رجال الشرطة نحو مزيد من العطاء والتضحيات. الشهيد مكرم في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أمر مش مقدر لأي إنسان إنه يحصل عليه، لأنه اللي قدمه كثير وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذا الأمر ليكون قدوة لينا كلنا في تضحية من أجل الوطن. دائما ما نفتخر ونتباهى بشهدائنا في كل مناسبة. أنتم قدمتم لبلدكم أغلى شيء، وقدمتم كل ده بالنيابة عننا كلنا، فأنتوا حقكم إن احنا نفتخر بيكم، وحقكم إن احنا نتباهى بيكم. ودائما في كل مناسباتنا شهداءنا مقدمين على كل شيء، وأسر شهداءنا مقدمين على كل شيء. من جانبهم أعرب المكرمون من أسر الشهداء عن شكرهم لهذا التقدير والتكريم الذي يعكس اهتماما بهم في كل المناسبات، مؤكدين أن الشهداء هم من يكرمون ذويهم، فهم مبعث فخر ليس لهم فقط بل لكل مصري.